كاميرات ضواوي ضواوي تصوير ابدا. السلام عليكم خاوتي، اليوم جيت نشارك مسابقه تاع اليوتيوب اللي تنظمها بودكاست عربيه. السوجي تاع اليوم مسلسلات رمضانيه. الحاجه الاولى في المسلسلات تاعنا هي ما كانش قاعد التشويق اللي يخليك تبع الحلقه، غير تقراي باش تقراي باش تقراي باش تقراي. وين رانا لاحقين؟ وين اسمع اسمع سمعت الاخرى يا ودي؟ قال لك جانا نشرة بلازما، راني حنا مقنوط يا ودي اسكت باك. انا هذاك والله غير سمعت بيه رجع انا هذاك ما نحبوش. ديجا اسمع، هذاك عنده اخوه؟ عنده ايه عنده. كل والله عنده اخوه. شحال عنده فاميلتو؟ عنده خمسة هكاك. يا ودي انا هذاك حبيت نسقسيك، الفطار واش داروا؟ داروا طاجين زيتون. ايه طاجين زيتون. المرقة حمراء ولا بيضاء؟ مرقة حمراء. اسمع اخوه خطفوه. قولوا والله شكون خطفوه؟ شكون؟ تودي واحد من الحومه خطفوه. كسكيطه كان دايف. الو اي خويا، خوك مات. قولوا والله اسمع، خوك مات. قولوا والله غير مات. كفلني كفلو به. كيفاش داير؟ بيطلع صفر. هذه هي حالة الدراما الجزائرية للأسف، مع في اعتمادي بعض المخرجين يحبوا يبانوا لي ستار لي برو وهما ما كاش. تكيفة دراغون في الجزائر اون بليس ابليكاسيون لا يحلش. راني حالة كيفاش جاتهم اللي يدير باش يديروا الفيلم هذا ولا المسلسل؟ لا ماشي كاع بصح بعض المخرجين. صاحبي صافا الحمد لله على غلافس. اي نمرة 10 10 10 10 10 10 10. لا غنديروا المسلسل على 10 10. شحال دير شحال تكتب؟ الله ربي يهديك. وسمعت الاخرى مول ديال ياسمه قال لك ولاو خاوه خاوه. قسم بالله ولاو خاوه خاوه. قال لك اه قولوا لا ولاو خاوه خاوه. خاوه نديروا فيلم على الخاوه. يا ودي احنا تزيريين واعرين. تقول لي ما سمعتش الاخرى؟ الارهاب اللي صدام غير ما راهم تحت المراقبه. تحت المراقبه؟ تحت المراقبه. هذا مسلسل يجي مليح. اه تحت المراقبه يعطيك الصحة. مسلسلات نقولو زهوينة شوية بصح الإشهارات علاه علاه. المشكل هو الإشهارات مكاش، مستوى مكاش كاع غير على هذه ولا هذه ولا هذه. راني خايف يجي نهار نديرو إشهارات. حق الله يسترنا يا رب. الكاسة هذه كاسة تغسل المليح وتنحي الأفاعي اللي في الظهر. اقتصادية وجامي تغسل الصندوقة. اشري كرتونة كاسة وخليها تقرب العين. انا ماركيت بلي كاين تفاهم بين المسلسلات والاشهار بصح كيفاه؟ لا خاطرش كل ما تكون اكسيون مليحه يجي اشهار. اسمع تكلم ليدي والله ما انا يا حبيبي. لذة صاحب أروما بنولك ها معلومة كاين منها يا جاري وأروما قهوة لحم. عدنا الغاشي قاع في الحومة يشرب قهوة أروما. أروما اختياري من بدلهاش محال. عدنا لم ننسوا الحيطل تاع 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 طياب. أنا هذوك الحصص خرجوا لي راسي من مخي. راسي من مخي. الحاجة اللي نكرهها مش الطياب، هي اللي زانفيت اللي يجيبوهم باش يحضرون هذاك الطياب. السلام عليكم خالتي، معكم حصة سميرة بنا. جيكم كل يوم عشرة تاع الصباح اللي نجيبو فيها ريزافيتي كاع قاريين ومحضرين ومثقفين. معنا خونا الياس. خونا الياس واش تخدم؟ عرفنا على روحك. صافي ليا في الصوب عندي 24 جوجمة يا ودي. الدولة حكمتنا تحوس عليا ضربت واحد قتلته بالمسالة بالك. يا ودي اسكت برك راني بيع تاعونا. كما شفتوا خالتي هذا الفيديو كاع مثقف الله يبارك. الو السلام عليكم. صاحبي دخلت السلاح تاعو. يا صح عطيني عن فاروق في الحومة بين وطابع انا نحطو في المسلحة. دولة جي تخلبنا فا يا صح عندك. راك شفتو خوتي عيط لواحد دفا ميتو كاين فامع على اعمال خيرية ليسونسيال خلونا مع الطياب حنديرو شطيطحة زطلاء شطيطحة دجاج. روماركيت حاجة في الحصص تاع الطياب الجزائرية بلي يديموندو غير الحاجة العاليين اللحم الضوي اللي فيفا سيتوها. برك وصلنا لكاميرا كاشي. هنا في الجزائر بدينا نطوروا شويه باراكور عليا ما كي كان هو بصح مادام مازالوا كاين عباد كيما هكذا طوير. عصيمو اطلق لي اطلق لي موسيقى. روح روح امريلا هلي.
المجد. يا ودي ما كاين والو، غرقوا انو خلاص هذا ما كان حبيبي راه. ربي الناس ملك الناس يا ربي، قرادك ربي الناس، قرادك ربي الناس ملك الناس، إليه الناس ويوسف مسك الناس. اطلق موسيقى، اطلق موسيقى، اطلق السيدي، روح روح. انت كيف راح تغني وتقرا قران؟ كيف تقول ما تجيش؟ اذا ما ايش نكذب ده؟ لاموت جديدة في 2017 هي السبان ولا الشد يغطوه بها. اون بليس في رمضان، الله حرام عليكم بهدلتونا. كون خليتوها هكذاك وكتبتو من تحت مواندي زويت باش نديرو حسابنا برك. ايه با خاوتي لحقنا في هاد الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا في حسن ظن. لجنة التحكيم تاع بودكاست ارابيا، ما تنساوش ديروا جيم اذا تكاليفيت ياسر على الفيديو هذي. نشكر بودكاست ارابيا على هذه المسابقة اللي يدير فيهم، لاخاطش جد من امكانياتي رانا بزاف. كلمة الاخر اللي نقولها لكم هي خاوتي، الله يفرقنا بلا ذنوب يا منعس.